السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عدوية إسماعيل الخفاجي من مدرسة أديار الابتدائية. نكمل معكم دروس التعليم الإلكتروني، التعليم عن بعد، ودروس القراءة للصف الثالث الابتدائي. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله هو بطتان وسلحفات. صورة الدرس: حبايبي الحلوين، راح أقرأ وأرجو تتابعون وياي بأصابعكم بالكتاب وترددون من بعدي. سكنت بطتان في غدير، وسكنت معهما سلحفاة، وأصبحت السلحفاة صديقة للبطتين، تزورهما كل يوم، فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير. وبعد مدة من الزمن جف ماء الغدير، وأرادت البطتان أن تغادرا المكان وتذهبا إلى غدير آخر فيه ماء كثير. جاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا: السلام عليك، فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر. قالت السلحفاة: أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء، فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة. فكرت البطتان وقالتا: السلحفاة لا تقدر على الطيران، فكيف السبيل إلى حملها؟ أحضرت البطتان عصا، وأمسكت كل واحدة منهما طرفا بمنقارها، وطلبتا من السلحفاة أن تتعلق في وسط العصا، وقالتا لها: لا تخافي أيتها الصديقة، سنطير بك إلى غدير آخر. أمسكي بالعصا جيدا بفمك ولا تتكلمي في أثناء السفر، فتقعي وتموتي. شاهد بعض الناس البطتين تحملان السلحفاة فقالوا: عجب عجب، بطتان تحملان سلحفاة. أرادت السلحفاة أن تتكلم، لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت، وبقيت ساكتة لا تتكلم إلى أن وصل الثلاثة إلى غدير فيه ماء. شكرت السلحفاة البطتين على معروفهما وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة. انتهى درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.